وسبعين دولار في غرس قيمة اليوم بحول الله ورشة عمل بعنوان تحديث مناهج قسم تقنية الأسنان بإدارة المعاهد التقنية العليا بدعم من وزارة الشباب فرع الهلال النفطي إجدابية. ورشة العمل كانت بشأن تحديث المناهج ومواكبة التطور العلمي وتحديث جميع المقررات الدراسية واستحداث العديد من المواد التي يجب إدخالها ولمواكبة التطور العلمي والتكنولوجي في قسم تقنية الأسنان. حضور كان والله من أكثر من مدينة، يعني من شرق، من البيضة، من بنغازي، كان من هون، من غرب ليبيا، من هون، من طرابلس، كان عندنا من طرابلس، كان عندنا من مصراتة، كان عندنا أيضا من بن وليد، يعني العديد من المدن الليبية اللي تحتوي على معاهد تقنية يوجد لديها قسم تقنية الأسنان. كلهم كانوا في الموعد وحضروا لنا وبارك الله فيهم، أدوا حسن في هذا الشيء، وما زالت العملية مستمرة، مش هتوقف عند هذه الورشة إن شاء الله. حيكون هناك العديد من الورش متتالية من شأن تطوير وتحديث القسم على مستوى المعاهد التقنية العليا بإذن الله تعالى. وشو الموجود اللي عندنا في العالم على مستوى العالم وموحدات الترمينولوجي بصراحة هذه الورشة العمل مهمة جدا لاستحداث، كيف ما نعرفوا أن المناهج الطبية دائما فيها أبديت، دائما فيها استحداث. سعدنا جدا بتوحيد الآراء وبتوحيد الكلمة على نقاط مهمة جدا. لا ننسى الأساتذة، الأستاذ أحمد الحبلوس والأستاذ محمد عروسي من إدارة المعاهد العليا. نشكر الأستاذ بالقاسم، كانوا موجودين معنا وواكبوا ورشة العمل، وكذلك الأستاذ حامد من إدارة المعاهد من منطقة بنغازي. الكل بصراحة قاموا بدور فعال، وكان الرأي رأي واحد بصراحة في أغلب الاقتراحات. لكن نفس الفكرة، رجعنا لقصة ميم حا خمسة. ورشة عمل نبدأ في الفترة القادمة توزيع الشهايد ووجبة الغداء. زي ما ذكرنا الأمور اللي صارت هذه بالكامل. من غير ما تعدل السيلبس. المعهد العالي للعلوم والتقنيات الطبية إجدابية بجزيل الشكر لدعمكم على تقديم أفضل الخدمات لأبنائنا الطلبة.